نشرة الأخبار. تجميع 6 ملايين قنطار من صابة الحبوب وعملية الحصاد تبلغ 90%. مناطق الجنوب الشرقي ستستفيد قريبا وتدريجيا من انطلاق عملية الضخ من محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية جابس. عشرات الشهداء في مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، والمقاومة تلحق مزيدا من الخسائر بجيش الاحتلال في عمليات متنوعة. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية طيبة. بلغت نسبة تقدم عملية حصاد صابة الحبوب 90%، إذ تم تجميع 6 مليون قنطار وفق ما أفادت به لإذاعة الكافة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد. وأضافت خلال زيارة أدتها اليوم إلى عدد من مراكز التجميع أن عملية الحصاد تسير في ظروف ملائمة، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة وضعت على ذمة الفلاحين 189 مركز تجميع تتوفر جميعها على الجاهزية الكاملة لقبول الصابة. نسبة الحصاد على المستوى الوطني هي توا في حدود 90%. موسم الحصاد وموسم التجميع كان في ظروف ملائمة. كما تعرفوا وزارة الفلاحة حطت على ذمة السادة الفلاحة حوالي 189 مركز تمت معاينتهم من قبل اللجان الجهوية والمصادقة عليهم، وكفيهم كل الجاهزية لقبول الصابة، وذلك لسهل عملية قبول المنتوج من الفلاحة. طاقات التجميع على الصعيد الوطني هي في حدود 7.8 ألف قنطار. احنا مستوى تجميع التقديرات كانت في حدود 6.5 مليون قنطار، احنا الى حد الان تم تجميع 6 مليون قنطار، هو رقم متوسط ولكن رقم هام مقارنة بالموسم الفارط. هذا يخلينا كل كمية يتم تجميعها الحد والتقليص من التوريد بالعملة صعبة، خاصة فيما يخص القمح الصلب. احنا التوى مستوى التجميع في حدود 5.5 مليون قنطار. أكد المدير الترابي للإنتاج بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالجنوب الشرقي زهير الخبيرة أن ولايات تطاوين وجابس ومدنين ستستفيد تدريجيا وخلال أيام من انطلاق عملية الضخ فعليا من محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية جابس، مبرزا أهمية هذا المشروع. المشروع هذا هو هام وهام جدا الحقيقة، من ناحية تنمية موارد مائية جديدة لفائدة 1 مليون ساكن تقريبا بولايات الجنوب الشرقي. يستمد الأهمية متاعه الحقيقة المساهمة متاعه في تقليص من عجز الموازنة لمياه الشرب اللي عانينا منها السنوات الأخيرة، إضافة إلى التحسين النوعية في المياه الموازنة. هذا فضلا عن الحد من اضطراب التوزيع، واللي نأمله في الأيام القادمة بحول الله ينقص الاضطراب هذايا بشكل ملموس. المشروع هذا كما هو معلوم هو تحلية مياه البحر، يقع معالجة مياه البحر الخام معالجة أولية، ثم إزالة الأملاح الموجودة في مياه البحر وصولا إلى المعالجة النهائية، ومنها الضخ في اتجاه أقطاب الخلط والإنتاج في كل من جابس ومدنين وتطاوين. الرابط مع المحطة هذه تم فعلا، وحاليا قاعدين نضخوا في المياه المنتجة من قبل المحطة هذه في اتجاه جابس وفي اتجاه مدنين وتطاوين. بقى باش نلتمسوا التحول هذايا باش يكون تدريجيا إن شاء الله. تقنية الجرة الفخارية هي تجربة جديدة لري الزراعات والأشجار، انطلق في اعتمادها مجمع الحامدية للتنمية بتبرقة، الهدف منها التحكم في استغلال المياه في ظل التغيرات المناخية وإيجاد بدائل أمام نقص المياه. الناشط بمجمع الحامدية للتنمية بتبرقة علي سليمي أوضح أنها تقنية تساعد على الحفاظ على ما بين 65 و70% من الماء المخصص للري. عنصر استغلال الماء والتحكم في استغلال الماء والاستغلال الرشيد الماء هام، والطريقة هذه تربحنا ما بين 65 و70% من ماء الري. التقنية هذه حديثة، عبارة على قلة السعة متاعها 12 لتر تتحط في جنب الزيتون على بعد 30-40 سنتي من العروق نتاع الشجرة، وتتعبى بالماء، الماء يوصل لها عبر قناة، والقناة مربوطة في نقطة تعباء أو خزان أو جابية. الماء يدخل الجرة عن طريق الفلوتور، تتعبى الجرة،
يطلع الفلوتور يتقص الماء. الجرة لما تعود معبي بالماء تخرج الندى، احنا نقولوا لها ان الجرة ترشح. في العروق اللي بعيدة على القلة حوالي 30 أو 40 سنتي تروى بطريقة ممتازة جدا، لأن الشجرة ما تاخو الماء كان وقت اللي حاجتها باش تاخو الماء. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية. وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أفادت بأن المشروع سيساهم في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة واستغلال المياه المعالجة للاستعمال الفلاحي والصناعي. مشروع كبير يهم 19 محطة في 11 ولاية: نابل، زغوان، جندوبة، قصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، قبلي ومدنين. المبلغ نتاع هذا المشروع هو قرض حوالي 81 مليون أورو، قيمة المشروع حوالي 85.33 مليون أورو، الديوان الوطني للتطهير البارتي نتاعو 3.43 مليون أورو. البرنامج باش يمس محطات التطهير في كامل تراب الجمهورية اللي هي في عدد 130، تغطي تقريبا 90% من الحاجيات. الحاجات الجديدة هو تحديث محطات التطهير لفائدة المتساكنين ولفائدة إعادة استعمال المياه للفلاحة وممكن حتى للصناعة. تونس تعيش التغيرات المناخية وتعاني من شح المياه، من الممكن إعادة استعمال مياه التطهير على شرط أن تكون هذه المياه متطابقة لمعايير فنية علمية. بلغت نسبة الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيام دورة 2024 64.99%، فيما قدرت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني ب 64%. وتحصل 16,936 مترشحا على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. تم توجيه 3,515 تلميذا منهم إلى المعاهد النموذجية. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي: هذه السنة كان بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي مسجلون 32,909، الحاضرون 26,061 تلميذ وتلميذة، الناجحون 16,936 تلميذ وتلميذة، أي بنسبة ما تقدر ب 64.99% بزيادة مقارنة مع الدورة الماضية اللي سجلت خلال دورة 2023 60.56% فقط. توجه من هؤلاء التلاميذ 16,936 بطبيعة توجهوا إلى المعاهد النموذجية 3,515. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، المسجلون كانوا 202 تلميذ، الحاضرون 175 تلميذ وتلميذة، الناجحون كان 112 تلميذ وتلميذة، والنسبة تقدر ب 64%. وبلغ أعلى معدل على المستوى الوطني 19.12/20 تحصلت عليه التلميذة ميسم الدريسي من المدرسة الإعدادية النموذجية بولاية سليانة. ميسم أكدت أن الفضل في هذا النجاح يعود خاصة إلى والديها وأساتذتها وعملها الدؤوب والمتواصل. فرحانة الحقيقة على الأخر بالنتيجة، هي تحس روحك شوكي وفرحان فرد وقت ومحلى الإحساس. كنت متوقع الحقيقة أني باش نكون في مرتبة باهية، ما هيش خدمتي أنا بركة، حاجة تابعة على برشا عبيد، أمي وبا وعائلتي وبروفيتي وأصحابي زادة شجعوني برشا، وكنت عندهم ثقة فيا كبيرة برشا. بالنسبة للمراجعة، العبد ما يكسرش على روحه، يخدم براحة، يكون عنده ثقة في روحه، راهي خدمة متاع عام كامل مش في آخر ثلاثة جمعات أنت باش تخدم. فرح نكمل نقرأ أسخونومي كحلمة. انطلق اليوم التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا دورة المراقبة عبر خدمة الإرساليات القصيرة. كما انطلق الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين في البكالوريا للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة وعبر الموقع www.orientation.tn.
منح المكتب الأوروبي لبراءة الاختراع الفريق التونسي المتكون من الرباعية خولة بن أحمد وغفران عياري وسليمة بن تميم وسيرين عياري المركز الثالث ضمن فعاليات جائزة المخترعين الشبان المدرجة ضمن جائزة المخترع الأوروبي لسنة 2024. وتحصل الفريق على جائزة بقيمة 5000 أورو لعمله الرائد في تطوير نظام التحكم الذكي بالكراسي المتحركة الذي ساهم بشكل كبير في تحسين قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل. في الشأن الصحي، أكدت الأخصائية في طب الأطفال كلثوم الكزدغلي خلال تدخلها اليوم في برنامج هارجزين تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الأطفال في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن من علاماتها التهابات في الجهاز التنفسي وارتفاع في درجات الحرارة. فيروس قاعد يدور، هو العدوى تصير في الأماكن المغلقة خاصة، يجيك صغير يقول لك البارح ولت البارح كنا في سنتر كوميرسيال كبير من غير ما نسمي. هنا بالحق ولات من الأسئلة اللي نسألها، مشيتوا للمكان الفلاني ولا لا مكان مسكر؟ هنا على خاطر فما سيستم دايغاسيون سو كي في حتى الفيروسات تدور، دونك احنا نقولوا صيف والدنيا ماذا بينا نخرجوا اماكن مفتوحه. الفيروس هذا فما بعض حالات اللي كيف نوصلوا نعملوا التحليل، فما حالات تاع كورونا دي تيست بوزيتيف، فما حالات اللي تيست نيجاتيف ومش سير ماهوش كورونا، لكن احنا الكورونا راهو عايش معانا. هذا الفيروس كيف يجي في البدن ينجم يعطي في المده هذه ارتفاع حراره كبير ويشد صحيح. علامات ارتفاع الحراره الكبير، الصغير ينجم يكون عنده التهابات في الجهاز التنفسي، ينجم يكون عنده جريان جوف ولا ردين زاده، معناها المدة هذه فيها أعراض متاع الجهاز الهضمي زادة. نذكروا أنه الباراسيتامول عنا الحق باش نعطيه 4 دوزات فقط في 24 ساعة. دونك هذه توصية للأمهات الكل، من المفضل سيروا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. استشهد أكثر من 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الماضية خلفت 50 شهيدا و130 مصابا. من جهتها أعلنت كتائب القسام اليوم أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في تجمع لجنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح غرب حي تل الهوى جنوب القطاع، كما أعلنت تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين للاحتلال ما أدى لاحتراقهما، إضافة إلى استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تندوم في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية. وفي عمليات منفصلة أخرى أكدت القسام استهداف 4 دبابات مركبة شرق مدينة غزة بقذائف الياسين 105، كما أعلنت سرايا القدس بدورها استهداف قوة إسرائيلية راجلة في حي تل الهوى أوقعت عناصرها بين قتيل وجريح. وفي مخيم نور شمس بمدينة الكرم بالضفة الغربية أعلن الاحتلال انتهاء عملياته العسكرية زاعما إتلاف عشرات العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات. وعلى الجبهة اللبنانية أطلق حزب الله أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتلة. وقبل ذلك نشر الحزب مقطع فيديو مصور مدته نحو 10 دقائق أظهر عمليات استطلاع شاملة لمنطقة الجولان السوري المحتلة، ومشاهد استطلاع تضمنت قواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان السوري وثكنات عسكرية إسرائيلية، كما تضمن أيضا نقاط مستحدثة لقوات الاحتلال بعد 7 أكتوبر. ومع تواصل الحرب في غزة تنطلق غدا رسميا جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة وتبادل للأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، جولة تبدأ غدا في العاصمة القطرية الدوحة على أن تتواصل بعد غد بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي تأتي في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء الدوليين لتقريب وجهات النظر. أكثر تفاصيل في التقرير التالي مع هاجر حماص.
كشف مصدر مصري رفيع المستوى اليوم عن أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والكيان الصهيوني للتوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين ستستأنف رسميا غدا الأربعاء في الدوحة بمشاركة وفد أمني سيعمل على تقريب وجهات نظر الجانبين. وأضاف أن المفاوضات ستستأنف في القاهرة بعد غد الخميس. وكانت حركة حماس استبقت انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بإعلان تخليها عن اشتراطها الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة قبل التفاوض. ووفق مصدر مسؤول في الحركة فإن عددا من نقاط الخلاف ما تزال عالقة بين الجانبين، أبرزها رفض تل أبيب الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية ممن أمضوا أكثر من 15 سنة في السجن. وفي إطار الجهود الأمريكية لينجح المفاوضات، بدأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف جولة تشمل الإمارات وقطر ومصر والأردن وتل أبيب والضفة الغربية المحتلة. وحسب الخارجية الأمريكية فإن ليف ستبحث خلال جولتها الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة وضمان الإفراج عن المحتجزين في القطاع إضافة إلى مرحلة ما بعد الحرب. بهذا التقرير نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها: تجميع 6 ملايين قنطار من صابة الحبوب وعملية الحصاد تبلغ 90%. مناطق الجنوب الشرقي ستستفيد قريبا وتدريجيا من انطلاق عملية الضخ من محطة تحلية مياه البحر بالزهرات من ولاية جابس. 10 شهداء في مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، والمقاومة تلحق مزيدا من الخسائر بجيش الاحتلال في عمليات متنوعة. إلى اللقاء.